المناخ العالمي يتغير بسرعة، مما يؤدي إلى ظواهر مناخية متطرفة على النحو المتزايد، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع درجة الحرارة في الغلاف الجوي للأرض. ارتفاع درجة الحرارة مدفوعاً بزيادة انبعاثات غازات دفيئة، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي. كذلك ينبعث أكثر من 24% من هذه الغازات من الممارسات الزراعية، وهي تستمر في الازدياد بسبب التغيرات غير الملائمة في استخدام الأراضي والاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية وزيادة أعداد المشترات وإزالة الغابات. من هذه الغازات أكسيد النيتروز، وهو أقوى 300 مرة من ثاني أكسيد الكربون في التسبب في الاحتباس الحراري العالمي، ويبقى في الغلاف الجوي لأكثر من 120 عاماً. تتحول الأسمدة النيتروجينية والسماد الحيواني في التربة بفعل العمليات الميكروبية إلى أكسيد النيتروز الذي ينبعث بعد ذلك في الغلاف الجوي. وللحد من هذه العملية من المهم تحديد المصدر أولاً، ثم قياس مدى هذه الانبعاثات. وبما أن أكسيد النيتروز يحتوي على ذرات نيتروجين، فمن الممكن استخدام ما يعرف باسم تقنية نظائر النيتروجين 15 المستقرة، التي تدعو إلى استخدام أسمدة معلمة نيتروجين 15 على أجزاء محددة من الأراضي الترابية، ومن ثم قياس الفرق بين انبعاثات أكسيد النيتروز المعلم والغير معلم، وهذا يسمح بتتبع دقيق لانبعاثات أكسيد النيتروز. أما بالنسبة للميثان وثاني أكسيد الكربون، اللذين بدأت تركيزاتهما في الغلاف الجوي في الازدياد مع الثورة الصناعية في منتصف القرن 17 وحتى أواخره، فكلاهما يحتوي على ذرة كربون، وهذا يعني أنه يمكن تتبع حركة وأصل كلاهما عبر استخدام تقنية نظائر الكربون 13 المستقرة، ويمكن توفير معلومات مهمة للتخفيف من الغازات الدفيئة أيضاً. فقط عبر استعمال تقنيات النظائر المستقرة يمكن الحصول على معلومات أساسية عن مصدر وامتداد انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الزراعة. هذه المعلومات تعتبر محورية في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات هذه الغازات وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة التي تراعي المناخ والتي سترسم المستقبل.